نجرب الاخ الثاني الحبيب هذا، الحين راح نجربه. بسم الله يا جماعة، انتوا قاعد تفرجون اوقات الانتظار ملوها بالاستغفار لما نخلص هذا يعني. ايه شوف الحين، ها هذا الثاني كمان ركبنا. الله تبارك الرحمن. خليك مصور كذا عليه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا برضه نفس الطريقة حق التحكم، من هنا تضعف النار، من هنا تقويها، وكذا سوينا لكم يعني استعراض كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، احنا الحين في حديقة الملك فهد في المدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس حبينا هذا موقد البي 2، احنا قد استعرضناه قبل كذا زي ما تشوفونه، هذا هو. بس حبينا الحين نرفع النار حقه على أعلى درجة ونشوف كيف قوة النار تبعه موقد البي 2. طبعا عشان في هواء، الأجواء هاوية الأيام هذه، بس ما شاء الله تبارك الله شايفين كيف قوة النار. وبالنسبة لثبات البراد ثابت جدا ان شاء الله، هذا كان يبغى له درايه يحمينا، احنا رفعته لحتى اخر شيء. تمام، هذا اخر كذا نوقف نكمل، هذا اخر شيء، هذا كذا اخر شيء في ارتفاع النار. طبعا لانه في هواء، لو حصلنا هواء تظن واضح قوه النار ما شاء الله حق الموت، لو تشوفون كذا. بس هذه تجربه كذا خفيفه، حبينا نبين قوه النار. سامعين صوت البراد؟ البراد يصيح مسكين. البراد اللي يصيح، صوت هذا حق البراد. فار ما شاء الله تبارك الله. خلاص اوقف. اقطع اتصل.